لو جينا نشوف المثال اللي موجود معانا بعد كده، مثال بسيط جدا، في مجموعة من القوى بتؤثر على بن. البن دي اللي هي مفصلة، الجزء المعدني ده في مجموعة من القوى بتؤثر عليه، واضح ان دي قوة شد، tension forces. احنا عايزين نعرف the magnitude of the resultant force، عايزين نعرف مقدار محصلة القوة اللي بتؤثر على الجسم، وعايز يعرف الـ direction، عايز يعرف الاتجاه مقاس من محور الـ X الموجب. طيب زي ما احنا تعودنا، ازاي هنعرف نجيب محصلة القوة اللي بتؤثر على الجسم؟ عن طريق ان احنا كل قوة هنكتبها كمتجه. عندي القوة الاولى F1، دي قوة مايلة بزاوية على محور الـ X، فأكيد لازم نعمل لها تحليل resolution. والـ F2 نفس الكلام، قوة مايلة، والـ F3 هنكتب كل قوة كمتجه، وبعد كده نبدأ نجمع القوة جمع اتجاهي، بحيث ان احنا نجمع اللي في الاي مع بعضه وفي اللي في الجي مع بعضه، بحيث ان احنا نقدر نوصل للمحصلة كمتجه. بعد ما نوصل للمحصلة نقدر نجيب المعيار، او نقدر نجيب المقدار الماجنتيود المحصلة، ونقدر نجيب الاتجاه زي ما احنا حافظين القوانين مع بعض. طيب لو جينا الاول نتكلم عن القوة الاولى، القوة الاولى هي F1. F1 لو هنكتبها كمتجه لازم الاول نروح نحللها. طب تعالوا نشوف مع بعض، لو جينا نشوف F1، القوة دي هتبدأ تتحلل، مرة هتتحلل في اتجاه الاكس الموجبة، ومرة هتتحلل في اتجاه الواي الموجب. طب هتتحلل عن طريق الزاوية 45، عرفنا مع بعض عن طريق حساب المثلثات ان احنا هنيجي هنقول ان 30 دي مقدار القوة، وكوزين مع القريبة ليها، مع المحور القريب ليها، فهنا كوزين 45، وهنا هتبقى 30 ساين 45. ممتاز، تعالوا نكتب الكلام ده مع بعض. يبقى 30 كوزين 45، الكلام ده في اتجاه الاي، زائد 30 ساين 45 في اتجاه الجي. طيب بالنسبة للقوة F2، لو جينا نشوف القوة F2 هنقدر نكتبها ازاي كمتجه. F2 لو جينا نشوف بالظبط زي ما عملنا مع F1، هلاقي هي مقدارها 40 والزاوية بتاعتها 15، فهنيجي برضو نحللها هنا، فهيبقى هنا عندنا في 40 كوزين 15، وفيها تبقى على محور Y السالبة، تبقى هنا بالمنظر ده كده، هيبقى في 40 ساين 15. إذن هيبقى عندي هنا 40 كوزين 15، ده في اتجاه موجب اي، ولكن في اتجاه الجي هتبقى بالسالب 40 ساين 15 في اتجاه الجي. طيب رقم 3 عندي، القوة الثالثة F3 هتساوي، لو جينا نشوف هلاقي هنا ان عندي القوة 25، لما اجي احللها هتبقى نفس الكلام هنا، في 30 او 25 بقى 25، الزاوية 15 مع محور الواي، يبقى هنا كوزين 15، البعيد هو اللي ياخد الساين، فهتبقى هنا في ال 25 ساين 15. إذن كل قوة قدرت أحللها لمركبتين، آخر قوة اللي هي الـ 25، يبقى 25 باوند، الكلام ده هتبقى ساين 15 في اتجاه الـ I، وفي اتجاه سالب الـ J سالب 25 كوزين 15 في اتجاه الـ J. طيب إذن دلوقتي لو أنا عايز أوجد محصلة القوة دي لازم أجمعهم جمع اتجاهي. إذن resultant force هو حجمع 30 كوزين 45 زائد 40 كوزين 15 زائد 25 ساين 15. تعالوا نروح نكتبهم هنا مع بعض. يبقى 30 كوزين 45، الكلام ده زائد 40 كوزين
15 اخر حاجه 25 ساين 15. الكلام ده في اتجاه الاي زائد في اتجاه الجي هيبقى عباره عن 30 ساين 45. 25 كوزين 15 دي بالسالب يبقى سالب 25 كوزين 15. واخر حاجه برضو بالسالب كنا نسيناها هنا سالب 40 ساين 15. كل ده في اتجاه الجي. طيب الترم ده اللي في اتجاه الاي ده بيعبر لي عن الار اكس، المحصله في اتجاه الاكس، المحصله الافقيه. والترم اللي في اتجاه الجي ده بيعبر لي عن الار واي، المحصله في اتجاه الواي. من هنا اقدر اقول ان الريزلتنت فورس از ا فيكتور هتساوي الار اكس، بعد ما اجمع الكلام ده كله مع بعضه هيطلع لي ان الار اكس بتساوي 66 علامه 3 2 باوند في اتجاه الاي، بينما في اتجاه الجي هيبقى سالب 13 علامه 2 9 في اتجاه الجي. ممتاز. لو انا دلوقتي عايز احصل على المعيار او الماجنتيود، فاجي اقدر اقول ان الماجنتيود اوف ريزلتنت فورس بيساوي السكوير روت الجذر التربيعي 66 علامه 3 2 تربيع اللي هي الار اكس زائد سالب 13 علامه 2 9 الكل تربيع. من هنا اقدر احصل على الماجنتيود، هيطلع لي 67 علامه 6 باوند. ده كان المطلوب الاول. اخر مطلوب عندي وهو الدايركشن، عايز يعرف الدايركشن. عارفين ان لو عايزين نجيب الثيتا بيساوي ليها قانون مهم جدا، كان شيفت تان او تان ماينس 1 ار واي على الار اكس. طيب هي ار واي معايا كام؟ يبقى هنا تان ماينس 1 ار واي ب 13 علامه 2 9 والار اكس ب 66 علامه 3 2. طبعا الكلام ده هيساوي، هيطلع لي 11 علامه 3 ديجري، ودي كده الزاويه اللي هو كان عايزها. مساله بسيطه وسهله ولكن مهمه جدا في نفس الوقت، عشان بتعرفنا الخطوات اللي احنا بنقدر نمشي بيها ازاي نقدر نكتب كل قوه كمتجه في التو دايمنشنال، سواء كان القوه دي بتؤثر في المحور على طول او زي في الحاله اللي كانت عندنا ان كل قوه محتاجه ان هي تتحل بمركبتين، ازاي نقدر نجيب محصله، وفي الاخر ازاي نقدر نجيب الماجنتيود والدايركشن بالنسبه للمحصله. لو جينا نشوف المثال اللي عندنا، في عندي باخره، الباخره دي كبيره جدا حجمها كبير وممسوكه عن طريق حبل، الحبل ده فيه قوه شد 50 كيلو نيوتن، هو مسميه توينج بندنت اي بي. طيب في عندي حبلين تانيين بنسموهم البرايدلز بالنسبه للسفينه، هو عايز يعرف مقدار الشد اللي هينتج فيه. بس في حاجه مهمه جدا، الحاجه دي ان هو بيقول لي في الاخر if the ship is moving forward with constant velocity. طب هل احنا كده في جزء الداينامكس ولا احنا في جزء الاستاتكس؟ لا احنا ما زلنا في جزء الاستاتكس. ليه؟ احنا لو جينا نعرف الاستاتيك ايكوليبريم او الاتزان السكوني امتى بيحدث، لو ان النظام اللي عندي ساكن غير متحرك، او ان النظام ده مركز ثقله متحرك بسرعه ثابته، ما بيحصلش فيه اي تغير في السيستم، وبالتالي احنا هنعتبر ان الجسم ده في حاله اتزان استاتيكي، ستاتيك ايكوليبريم. طيب فين القوه اللي بتؤثر على الجسم؟ في عندي والله القوه هنا ال 50 كيلو نيوتن، وفي قوتين تانيين هنا، في قوة مايلة بزاوية 30 وفي هنا قوة تانية مايلة بزاوية 20. ممكن نسمي هنا دي التنشن بي دي وهنا دي اسمها التنشن بي سي. ممتاز. طيب تعال نكتب القوانين بتاعتنا ونرسم الفري بادي جرام اللي هيبقى عندنا. في عندي هنا النقطة، النقطة دي اللي هي نقطة البي، وهنا بقى هناخدها كتو دايمنشنال، نقدر نرسمها على مستوى، وبالتالي هيبقى عندي هنا في قوة أولى وفي قوة تانية، هنا التنشن اسمه بي سي
وهنا التنشن اللي هو اسمه بي دي. طيب كل واحد مايل منهم ده هنا مايل بزاوية مقدارها 30 درجة وده هنا مايل بزاوية 20 درجة. بينما القوة اللي ماسكة الجسم ده 50 كيلو نيوتن. طيب عايزين نرسم المحاور. المحاور عندنا لو جينا نرسمها ده كده محور الاكس وده كده محور الواي. فبما ان الجسم في حاله اتزان استاتيكي سميشن الفورسز او الريزلتنت بيساوي ايه؟ بيساوي صفر. اذا الار اكس بتساوي صفر والار واي بتساوي صفر. طيب تعالى نحصل على الار اكس او نكتب كل القوة الاول زي ما احنا متعودين كمتجه. تعالى نكتب القوة الاولى التنشن بي سي از فيكتور هتساوي تنشن بي سي ساين 30 في اتجاه الاكس. تنشن بي سي دي اللي احنا محتاجينها ساين 30 في اتجاه الاي بلس تنشن بي سي كوزين 30 في اتجاه الجي. طيب رقم 2 القوة الثانية التنشن بي دي از فيكتور هيساوي التنشن بي دي الكلام ده ساين 20 ولكن في اتجاه سالب الاي زائد تنشن بي دي كوزين 20 في اتجاه الجي. اخر حاجة القوة 50 نيوتن هنسميها التوينج بندنت فورس هنسميها الاف تي از فيكتور طبعا على طول هتساوي 50 كيلو نيوتن في اتجاه الاي سالب سالب الجي انا اسف في اتجاه سالب الجي. طيب الار اكس بتساوي صفر. الار اكس طيب فين الار اكس؟ نجمع الاثنين دول مع بعض يبقى التنشن بي سي ساين 30 الكلام ده ناقص التنشن بي دي ساين 20 مفيش حاجه ثانيه الاخيره دي في اتجاه الجي ده بيساوي صفر ودي كده تبقى الايكويشن نمبر 1. طيب والار واي بيساوي صفر هيطلع لي ان التنشن بي سي كوزين 30 الكلام ده ناقص التنشن بي دي كوزين 20 ناقص 50 كيلو نيوتن الكلام ده بيساوي صفر ودي كده تبقى الايكويشن نمبر 2. عندي تو ايكويشنز الايكويشن الاولانيه والايكويشن الثانيه هنلاقي ان انا عندي في مجهولين فقط التنشن بي سي والتنشن بي دي. لو انا دلوقتي عايز اجيب قيمتهم اروح استخدم الاله الحاسبه عشان اقدر احل معدتين في مجهولين. بس خد بالك ال 50 دي لازم تروح الناحيه الثانيه موجب 50 عشان دايما في الاله الحاسبه يبقى الحد المطلق بعد علامه اليساوي. اذا من هنا نقدر نقول ان التنشن بي سي بعد ما هنروح نجيبه هنلاقيه 22.3 والتنشن بي دي هيطلع لنا 32.6. في المثال ده في عندي تو سلندر سلندر اي وسلندر اف وفي عندي تو جوينتس كل جوينت منهم طالع منه 3 احبال. جوينت سي طالع منه الحبل الاول سي دي وهنا في سي اي وفي سي بي. الجوينت الثاني اللي هو بي طالع منه نفس الكلام 3 احبال بي اي وبي اف وبي سي هو ده الحبل المشترك ما بين التو جوينتس. طيب ايه المطلوب؟ والله المطلوب عايز يعرف التنشن في الواير او في الحبل سي دي وسي بي وبي اي اند انجل ثيتا وعايز يعرف الانجل ثيتا. يعني انا كده عندي 4 مجاهيل تمام انا عندي تو جوينتس كل جوينت بما ان احنا في التو دايمنشنال في المستوى اقدر اطبق له معادلتين معادله في الاي ومعادله في الجي اللي هي الاكس والواي وبالتالي هيبقى الناتج عندي 4 معادلات. عايز يعرف التنشن في كل حبل السي دي والسي بي والبي اي وعايز يعرف الانجل ثيتا اللي الواير سي بي مايل بيها على محور الاكس. الكلام ده
عشان الإكوليبريم of two cylinders، عشان الـ two cylinders دول يكونوا في حالة اتزان. مهمة جدا طبعا كلمة إكوليبريم، لأن هنا كلمة إكوليبريم هي اللي هتخلينا نطبق فكرة إن summation الفورسز أو resultant بتساوي صفر. طيب هو مديني هنا إن السلندر E، السلندر E بتساوي 30 باوند والسلندر F بتساوي 60 باوند. أوكي، لو جينا دلوقتي نشتغل هنختار جوينت الأولى وليكن جوينت C ونشوف إيه القوة اللي طالعة من جوينت C. هنا نقطة جوينت C، لو وليكن دينا هنا رسمنا ده كده محور الـ Y وده هنا كده محور الـ X، هنلاقي إن في التنشن CD هيحتاج يتحلل لتو كومبوننت، لمركبتين على محور الـ X ومحور الـ Y. نفس الكلام هنا، الوزن بالنسبة لي السلندر اللي هو دي سلندر E اللي هي بتساوي 30 باوند، فهنا هيبقى 30 باوند، وهنا الباوند دي على طول دي كده الوزن على طول، يديك الوزن مش محتاج ان انا كده ابقى في عجلة الجاذبية خلاص. وفي هنا التنشن الناتج فيه سي بي، وده هو هنا اللي هيتحلل بزاوية ثيتا، والزاوية دي هي كمان مجهولة. طيب تعالى نروح نكتب المعادلتين اللي هتبقى عندنا، أو نكتب كل قوة كمتجهة وبعد كده نطلع الـ Rx والـ Ry ونسويهم بصفر. ليه نسويهم بصفر؟ لأن في حالة اتزان. طيب رقم واحد، لو جينا نتكلم عن التنشن CD، التنشن CD as a vector هيساوي عبارة عن تنشن CD كوزين 30 في اتجاه X السالب، يعني سالب الـ R، يبقى سالب تنشن CD CD كوزين 30 في اتجاه سالب الـ I زائد تنشن CD في اتجاه موجب الـ J زائد التنشن CD ساين 30 في اتجاه موجب الـ J. ممتاز. طيب القوة الثانية هنعتبرها ان هي الـ CB تنشن الـ CB هيساوي التنشن سي بي مجهولة وهو عايز يعرف قيمتها، هتبقى كوزين ثيتا دي الزاوية المجهولة عندي، كلام ده في اتجاه الاي الموجبة، ناقص التنشن سي بي ساين ثيتا في اتجاه الجي السالب، دي هتتحلل مرة في اتجاه الاكس الموجبة ومرة في اتجاه الواي السالب. اخر حاجة عندي وهي الوزن، الويت بالنسبة لي السلندر اللي هو اسمه E as a vector هيساوي، دي طبعا قوة هو مديهالي على طول 30 باوند ولكن في اتجاه الجي السالب. طيب بما ان الجسم هيكون في حالة اتزان، اذا جوينت ال C او البارتكل C دي هتكون في حالة equilibrium، فبالتالي من هنا اقدر اقول ان resultant force بيساوي صفر، يعني ال Rx بتساوي صفر وال Ry بتساوي صفر. طيب فين القوة اللي في اتجاه ال X؟ القوة اللي في اتجاه ال X هيبقى عندي سالب tension CD كوزين 30 الكلام ده زائد ال tension CB كوزين ثيتا والويت في اتجاه الجي بس، اذا ده كده بيساوي صفر، ودي كده ايكويشن نمبر 1. الار واي بتساوي صفر، هتبقى عندي التنشن سي دي ساين 30 الكلام ده ناقص التنشن سي بي ساين ثيتا الكلام ده ناقص ال 30 ناقص ال 30 الكلام ده بيساوي صفر، ودي كده equation number 2. طيب انا عندي هنا مجهول اول، مجهول تاني، ومجهول تالت اللي هو الثيتا، ما اقدرش احل المعادلتين مع بعض، لازم اروح لجوينت ال بي. جوينت ال بي نفس الكلام بالظبط، هقوم اطبق عليها جوينت ال بي، هطبق عليها قوانين الاتزان، يبقى الار بيساوي صفر، يبقى الار اكس بتساوي صفر،
والار واي بتساوي صفر. طيب تعالوا نكتب على طول، مش لازم بقى كل مره نكتب القوانين كده، احنا كده عرفنا ازاي نكتب كل قوه كمتجه. ممكن على طول نقوم قايلين ايه القوه اللي هتبقى في اتجاه الاكس. القوه اللي هتبقى في اتجاه الاكس هنا، تعالوا الاول نحللها. في عندي التنشن بي اي، ده هيتحلل بزاويه 45، هنا محور واي وهنا محور اكس، فالتنشن بي اي هتتحل بزاويه 45، دي هنا على طول في اتجاه الواي السالبه، وهنا خدوا بالكم الزاويه دي ثيتا، فاقدر اقول لو انا مديت ده كده دي هنا ثيتا، فدي هي كمان ثيتا بالتبادل، وبالتالي القوه بي سي اللي هي اوريدي موجوده عندي تنشن بي سي هتبقى كوزاين ثيتا في اتجاه الاكس السالبه وساين ثيتا في اتجاه الواي. فتعالوا كده نكتب على طول ايه القوه اللي هتبقى عندي في الاكس. هيبقى عندي التنشن بي اي كوزاين 45 بالموجب، ادي التنشن بي اي كوزاين 45، الكلام ده في اتجاه الموجب الاي، تمام. بينما التنشن بي سي هيبقى كوزاين ثيتا في اتجاه سالب الاي، يبقى سالب التنشن بي سي، وطبعا تنشن بي سي هي بالظبط تنشن سي بي مع اختلاف الدايركشن، الكلام ده هيبقى كوزاين ثيتا في اتجاه الاي، والكلام ده بيساوي صفر، ودي كده الايكويشن نمبر 3. طيب اخر ايكويشن معانا الار واي بيساوي صفر، طبعا ده كده عند الجوينت بي، فهلاقي عندي تنشن بي اي كوزاين 45 او ساين 45، تنشن بي اي ساين 45 بالموجب، وعندي تنشن بي سي هتبقى برضه بالموجب، موجب تنشن بي سي ساين ثيتا المجهوله عندي، واخر حاجه ال 60 باوند بالنسبه للسلندر اف، طبعا هتبقى في الاتجاه السالب يبقى سالب 60، الكلام ده بيساوي صفر. دي ايكويشن نمبر 4. عندي اربع معادلات، معادله اولى، معادله ثانيه، معادله ثالثه، معادله رابعه. عندي كم مجهول لو جينا نعدهم مع بعض هلاقي ده كده المجهول الاول، ده كده المجهول الثاني، المجهول الثالث، والمجهول الرابع. طبعا الثيتا انا خدتها فوق والبي سي انا خدتها فوق، فبالتالي عندي اربع ايكويشن. لو رحت حليت الاربع ايكويشن مع بعض بحيث ان انا اقدر اجيب القيم اللي عندي، هلاقي ان الفورس او التنشن اللي في البي اي، هلاقي هنا ان الفورس اللي في البي اي او التنشن بي اي هتطلع معايا عباره عن 80.7 باوند، والتنشن سي دي هتطلع معايا عباره عن 65.9 باوند، وعندي كمان التنشن بي سي هتطلع عباره عن 57.1 باوند، واخر حاجه الثيتا وضع ان هي صغيره جدا طلعت معايا 2.95 ديجري. اذا لو انا عندي نظام ما، النظام ده في حاله اتزان استاتيكي، وبالتالي محصلة القوى المؤثرة لازم تساوي صفر. لو أنا عندي في 2 particles أو 2 joints، كل joint طالع منها مجموعة من القوى، فهروح أطبق معادلات الاتزان على كل joint بحيث إن أنا أقدر أوصل لمجموعة من المعادلات وأقدر أوجد المجاهيل الموجودة عندي. بكده نكون انتهينا من شرح أول chapter، وهو الـ force vectors in 2 dimensional في المستوى. بإذن الله المرة الجاية هنتكلم عن متجهات القوة في 3 dimensional وإزاي نقدر نجيب محصلة القوة في الفراغ.